يظن هذا القيوت أنه وجد وجبة، علجوم القرن، لكنه سيصاب بصدمة كبيرة. يملك هذا الحيوان الزاحف سلاحا سريا، إنه من أهم الأسلحة المتطورة التي قد ترونها يوما. ينتظر حتى يصبح الذئب على وشك الإمساك به، ثم يطلق سهما من الدم من عينه. شاهد مجددا، تستجمع العظاءة الضغط داخل رأسها حتى تنفتح عروقها فتطلق الدم إلى وجه الذئب مباشرة. لهذا الدم طعم كريه لا يقدر القيوط على احتماله. فاز العلجوم بهذه الجولة. أليس سلاحا سريا مذهلا؟